السلام عليكم، هذا بيتي. لا لا، عندك مسكت مسكت عندي مسكت. انتظر، شلون تسوي ذا الجلتش؟ أول شيء عشان نروح، أصبر، وين وين نقول يتسبعت يلا، خلني طنش، خلني طنشها بس. أول شيء تسوي عشان أصد، عشان كيف أصبر، أسوي عزل من المركز قدير كذا، صراحة صح نشبه. وجع طيب طيب هاتين اول ما تبدا انا قاعد اقول طيب طيب تسليك يعني وش اسمه اول شيء علشان تصد يعني كان ما تضيعون بس قدام الأسلحة على طول. تجي تبني نفس كذا، بعدين تجي نفس كذا، تجيك هنا تسوي نفس كذا، صارت صرت أصفر. إذا جت أصفر يعني بس تقدر تطير في المكان. امزح تقدر تطرف كل مكان، بس اذا انت ذبح خويك او خويك ذبحك ايش اسمه يروح منك الجلتش. يعني استغل هاق الخوي، يعني اذا خويك داخل معك يعني معرق ولا شيء صرفه بهذي الطريقة. يلين انا ما ادري ليه قاعد الوت، يمكن فايت مع جني. تعال يا جني نزل لي 1v1. هاي اقسم بالله ام حق 1v1. تعال ارجع ارجع انا اعطيني على قد جوي. ثاني جلتش، كيف تطفي الفيديو بس كذا، تضغط على شير